اليوم نحضر معكم أكلة سريعة جدا سهلة، طريقة كتوجد ولذيذة. هنا في مقلاة درت شوية ديال الزيت، زيتون، درت سدر، شوية ديال السدر مقطع طريفات صغار مليحة. كنحرك كل شيء حتى كيطيب ليا السدر ديال الدجاج. كنضيف ليه شامبينيون اللي حتى هو مقطع. غادي نضيف شويه ديال البزار وشويه ديال الثوم غبره. غادي نحرك كل شيء مزيان. من بعد ما كيطيح ليا هذاك الشامبينيون فكنضيف معلقه ديال الدقيق الابيض، وغادي نضيف جوج الكيسان ديال الحليب، وغنخليه حتى كيختار ليا هذاك الخليط او كيتقال بهذا الشكل. في مقله اخرى غادي ناخذ ابلي اللي ديجا سلقته ودرتو في مقيله، غادي نشحرو مع شويه الملح والبزار والربيع. وها الاكله ديالنا وجدات بسرعه. كيف كتشوفوا كنحط هنايا في الطبسيل، وغادي نضيف ايضا لاصوص او اللي صايبت. انا هنا تقلت ليا، خليتها واحد شويه تقلت ليا. تقدروا تخففوها بشويه ديال الحليب، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا لي الاخبار. الى اللقاء، فيديو مقبل ان شاء الله.